يا دكتور، من ضمن الجراحات اللي حضرتك ذكرتها في النص كده، بس هقف عندها لانها مشهوره قوي وليها يعني ستيريوتايب كده، هي الطهاره. يعني اتكلم بقى على طهاره الاولاد. تمام طهاره مش هت... برضو مش هتكلم عن الجانب الديني، انا بتكلم عن الجانب الطبي دلوقتي. هل كل ولد لازم له عمليه الطهاره ولا لا، اهميتها يعني، وامتى الوقت المناسب؟ في ناس تقول يعني في الايام الاولى من الولاده عشان ما بيبقاش حاسس قوي فيبتدي يبقى كويس بعد شويه، وفي ناس تقول لا نتاخرها شويه، وفي ناس توصل ل 11 سنه و12 سنه، قليل في مصر بس بتحصل. صح، قول لنا، احكي لنا بقى عن الموضوع ده. ده موضوع بعتبره الكورنر ستون بتاع شغل جراحة الأطفال. ليه بقى؟ أنا عايز الأم تجيلي عشان أفحص الطفل من راسه لرجله وأشوف أي مشاكل تانية. مش هتجيلي كده، لازم هتجيلي عشان حاجة. إيه الحاجة اللي دايماً بتجيبها؟ الطهارة. الطهارة. خصوصاً الولد اتولد، يلا بينا نروح نطهره. فجأة طهره بقى، أفحص الراس، أطمن إن مفيش وحمات دموية، مفيش مشاكل خلقية في الأذن، ما هياش أذن خفاشية، أطمن على الأنف وفتحتين الأنف واكتمالهم، مفيش ناثور جنب الأذن، جنب الأذن، مفيش شفة أرنبية، شق سقف الحلق، مفيش حاجة اسمها اللسان المربوط أو اللي جاي من اللسان أو اللسان المشبوك، مفيش كيس ضفدعي داخل الفم، وبعدين أبص على الرقبة، أبص مفيش كيس درقي، مفيش ناثور بالرقبة، مفيش كيس خيشومي، أنزل على الثديين، أطمن مفيش تثدي او التهابات بالثدي او ان في افرازات ثديه، وبعدين انزل على السره واطمن على الفتق السري، واطمن على حبل السره، واطمن على حميه السره وناسور السره، وانزل بعد كده على المنطقه التناسليه بقى عشان ابص على موضوع الطهاره. شفت انا جبت الحاجات دي كلها، كل واحده من دول موضوع وقصه، طبعا. بس لازم تمر عليها فتطمن الام. ما تجيش بعد مثلا 3 4 سنين ولد عنده لدغه عشان كان عنده لسان مربوط او لسان مشبوك او لجام اللسان وما اتعملش، او عنده ناسور مثلا وما اكتشفتوش، او عنده مشكله في السمع عشان عنده ناسور حواليها، او شكل الاذن مثلا مختلف فمضايقها. كل الحاجات دي ممكن اكتشافها. اجي بقى على فحص المنطقه التناسليه طبعا عشان انت عمليه لو شفت الطهاره. حاجه من الحاجات دي كلها ما بتفوتهاش. طبعا لازم طبعا هقول لازم للام حياتك عليها. قلتها، يعني طار مع مش عارفه ايه الله الحاجه اللي ينور، كانت جات بالظبط، اللسان لحضرتك المربوط ولحميه ولسان السره كل ده وصباع الزياده او التصاق صباع زياده. الاصابع، او كمان ان تلاقي الطفل عنده وحمه دمويه شكلها او انتفاخ لمفاوي. كل الحاجات دي نقدر نشخصها ونكتشفها ونقول للام عليها وعلى علاجها قبل ما اجيب على فحص المنطقه التناسليه عشان اقول بقى على عمليه الطهاره. مش بس بفحص العضو الذكري واطمن ان هو ما فيهوش حاجه اسمها التواء، يعني الام تيجي تقول لي ده انا بغير البامبرز للبيبي، دايما الاقي ان البامبرز على الناحيه اليمين مليان اكتر بول عن الناحيه الشمال، العضو الذكري ملتوي الناحيه دي، بيجيب البول الناحيه دي، او الولد عنده 3 4 سنين وتيجي الام يا تقول لي ده الدقة بيعمل كمان، حمام حتى الناحيه دي. يعني لازم تتابعي حتى اتجاه البول البول، هو دي حاجة بيخرج مهمة لو قوي. لاحظتيه او الدكتور يطمنك عليه، ده التواء مجرى البول. وكمان نقول ان التواء مجرى البول ما يمنعش من الطهاره لانه درجات وانواع، لو درجه بسيطه بتتصلح مع الانتصاب الصباحي اللي بيحصل للاطفال، ودي نقطه مهمه، لما تلاقي الطفل الصغير عنده انتصاب صباحي ما تقلقيش، ده طبيعي، الاطفال كلهم بيحصل لهم انتصاب صباحي، على الانتصاب الصباحي بيتصلح الالتواء ده لو درجته بسيطه، وممكن ما يحتاجش تدخل جراحي، وممكن يحتاج تدخل جراحي بعد كده بعد سنه او سنتين لما الطفل يكبر. انتوا اللي بتقولوا طبعا، بنحدد مع متابعه الام، بس مهم بقى انك تكتشفها. الام هي اللي تكتشف وتتعامل معاكم. وانا كمان وانا بفحص الطفل اكتشف واقول لها خدي بالك ده الطفل عنده التواء في مجرى البول، مجرى البول ممكن نطهره ممكن نبر في النتيجه مثلا، او الاقي الطفل مثلا عنده انحناء في العضو، العضو المفروض يبقى منتصب ومستقيم، تلاقي بقى الانحناء ده درجه او درجه تانية او درجه ثالثه، او ان في انحناء على مستوى الجلد او الاغشيه المبطنه للجلد او على مستوى مجرى البول او على مستوى الانسجه الكهفيه المكونه للعضو الذكري. كل الحاجات دي لازم افحصها مع الطهاره، لازم استبعد ان مفيش التواء، لازم استبعد ان مفيش انحناء، لازم استبعد ان فتحه البول نفسها موجوده في مقدمه راس العضو، ما هياش تحت شويه فيما يعرف باسم الاحليل السفلي، سواء تحت شويه بس قريبه اسمها درجه اولى، او بعيده شويه درجه ثانيه، او بعيده خالص اسمها درجه ثالثه. والولد ده ممنوع يتطهر، يعني ممكن تيجي لي ام تقول لي ده ابني عنده احليل سفلي بس دي جريمه، ما بقتش تتعمل. عشان كده لما بتروح لحد متخصص وهيفحص الطفل يقول لك لا ده عنده احليل سفلي، اصبري ما يجي 3 شهور 4 شهور نفحص الطفل لحجم العضو مناسب وكويس، نبتدي نعمل قياسات العضو اللي بتحدد ينفع نعمل عمليه دلوقتي ولا نصبر. عشان بنقول للام دايما ان الطفل لما يعمل العمليه دي بدري هيخف، هيخرج من المستشفى انت عارفه تتحكمي فيه وتسيطري عليه لغايه ما يخف، لكن هو كبير ومركب قسطره بعد العمليه، شدها باظت العمليه، اتحرك يمين شمال، انت مش عارفه تحكميه. يعني فعلا كل ما عملها بدري، اذا هو سليم من كل الجوانب اللي قالها دكتور مختار، بالظبط،
وكمان اطمن على الخصيه، اطمن ان الخصيه كل موجوده. بدري كل ما يكون بدري كل ما يكون بدري احسن، كل ما احسن. بس مش عشان ما فيش احساس بالالم. انا بدي البنج للطفل اول ما بيتولد، لو هطهره بديله بنج، مفيش حاجه اسمها ما بيحسش. خلينا نتفق، الاطفال كلهم بيحسوا طبعا، لازم ياخد بنج، والبنج لازم يكون بنج رش عشان ما يحسش، وبعد كده حقنه كمان عشان يحصل تخدير للجزء اللي ما يحسش بيه خالص. وبعد كده كمان ياخد المسكن. الطفل لازم يدخل يعمل عمليه الطهاره بدون الم. انا ليه؟ دايما المصطلح ده بقوله ليه؟ للام عشان الطفل ما يتالمش. ليه يتعذب؟ ليه الطفل يحس؟ يعني الام تقول لي ده ما عيطش، طب انا مش عايزه يعيط، هو واخد بنج ليه هيعيط؟ فاهم قصدي؟ هي زعلانه يعني ان هو زعلانه ان هو ما عيطش، اصل انا طهرت ابني التاني فكان بيصوت ويعيط وقعد يومين لم العماره حوالينا. بالظبط، يعني روح الدكتور. ده اللي متعود عليه. ايوه بالظبط، بس احنا دلوقتي بنوصل لمرحله بلا الم. بدون الم يعني بالزبط. مش مفترض ان اي حد في الدنيا يتقل. حضرتك قلت لي خصيتين عشان ده مرتبط بالفقر الارهابي. الخصيه المعلقه، الخصيه المعلقه، وانا بفحص الطفل عشان عمليه الطهاره بطمن ان الخصيتين بقى موجودين. الام ممكن تيجي تقول لي بعد 3 سنين انا اكتشفت ان الولد ما عندوش خصيه لمين. ايه ده؟ يعني الطاهر ومر على دكتور ورحت كشفت عند كذا دكتور اطفال ومحدش خد باله، وهي كمان بتغير له وانت يعني. بتغيري له وما خدتيش بالك ان الكيس على الناحيه. فمع الفحص المبدئي في الاول يعني وانا لازم بفحص، الام تطمن ان الخصيتين نازلين. ما انت عارفه انا بقول للامهات ايه؟ قومي قلعي طفلك، اطمني الخصيتين كويسين موجودين في مكانهم، بصي تحت لسانه، اطمني ان لسانه مش مربوط، بصي على السره، اطمني ان ما فيهاش حته حمراء او لحميه مربوطه. هو لسانه مربوطه بيبقى باين للدرجه دي؟ باين، ترفع اللسان بيبان الربط ما بين اللسان وما بين الفلورو في الماوس او يعني الفم من تحت، فبيمنع حركه اللسان ويعمل لدغه يعني ويخلي كل ام تطمن الاسنان دلوقتي اذا كانت حديثه الولاد تطمن على الحاجات دي، ان الخصيتين موجودين موجودين، نازلين ويطمن ان اللسان مش مربوط، ان السره ما فيهاش لحميه ايه او بقى حته السره حمراء، حته حمراء كده صغيره موجوده على السره لازم نتدخل ونشيلها. وكمان ليه؟ عشان هي ممكن يحصل عليها التهابات وعدوى وتعمل مشكله في السره. طيب. هي ممكن ما تكونش موجوده وده الغالب، لكن ممكن تبقى موجوده والام مش عارفه وما تكتشفهاش الا بعد سقوط السره. طب ممكن تلاقي فتق سري، لو لقيت فتق سري اطمني. فتق سري ما بنعملوش عمليه ولا بنحط عليه حزام ولا بنربط البطن وبنسيبه لغايه ايه سن سنتين. فرق السري يعني السره مش عماله السره تلاقي فيها انتفاخ كده. السره بتاعت البيبي منفوخه، بتكبر وتصغر، تكبر لما يحزق، لما يعيط، لما يكون في امساك، وده امساك ما بنعملوش حاجه. ليه؟ عضلات البطن هتقفل. مرعبه. مرعبه. والام تقول لي هسيبها كده، اقول لها سيبها كده، مالهاش علاقه لا بمغص ولا باسهال ولا بترجيع ولا بتوجع. طول ما هي بتطلع وبتدخل معاكي ما تقربيش منها، ما تحطيش عليها حزام، ما تحطيش عليها، كانوا زمان بيحطوا عمله معدنيه ويربطوها. كل ده بيضعف عضلات البطن انها تقفل الفتق ده. ما بنعملش عمليه الفتق السري. لكن الحميه دي تشيلها. نشيلها عشان ما تعملش التهابات تبقى بالزبط. مشكله. يعني حمايه السره اعملها، السره ما وقعتش وتيجي الام تقول لي عايزه اوقعها، لا لا اصبري مش مستعجله معاكي لغايه شهر وربع تقع. هي دكتور اصلا بتتعب الامهات جدا. جدا قلبهم بيبقوا بيرفرف اذا كنا احنا من بعيد بنبقى خايفين جدا. برضو لازم تقولي برضو اتصال الابن بالام بيبقى نفسي وبيبقى عن طريق الحبل السري، ياخد منه التغذيه. لا يعني بتخافي يعني مثلا لما حضراتكم بتعلمونا مثلا تمسكي السره كده وتجيبيها يمين وشمال، نخاف ان الولد فوق. لا تعاملي معاه عادي خالص. او الولد يكون متالم مثلا او حاجه بقى. دي ده كلام بصي فعلا نفس اللي الامهات بتقوله. يعني اقول للام ايه؟ بصي حميه عادي. يجي عليها ميه وصابون عادي. رش عليها كحول عادي. ما تخافيش انها تفك منك. عادي. لو نزل نقطه نقطتين دم ما تقلقيش برضو عادي. وكمان بعد ما تقع بلاقي الامهات بيخافوا يقربوا ينضفوا السره. انا بيجي لي الطفل ابص في سرته مليانه حاجات محتاجه تتنضف. الام تقول لي اصل انا خايف اقرب للمكان ده. يعني ما بتوجعش. في عايز اقول لك ان اقوى مكان جراحيا واحنا بنشتغل فيه هو مكان السره ده، قوي جدا. فخشي ونضفي وامسحي وما تقلقيش خالص عشان ما يحصلش بعد الشر فيها التهابات، خراج، حاجات، مشاكل بنشوفها بسبب ان الام خايفه تقرب المكان ده. عارفه في ناس كبار بشوفهم ما بينضفوش المكان ده. وبيبقى عنده زي حاجات اتكونت وصلت للحصوه. لا كبار ما بينضفوش المكان ده يعني دي ما اتعلق من الحديثه. طب بقى على الخصيه المعلقه، شوفي اول ما البيبي اتولد الخصيتين، لو لقيتي مفيش خصيتين. طب ساعات بيبقى فيه يعني هما الاثنين نازلين واحد اعلى من واحده، ده عادي ان الخصيه طبيعي. الشمال اعلى شويه، الخصيه الشمال اكبر شويه، ده مقبول. بس خلينا، وكمان ممكن يكون في ميه على الخصيه او قيله مائيه. اصل القصه بتبتدي ان الخصيتين بيتكونوا في البطن وبعدين يبتدئوا رحله نزولهم ويكتمل نزولهم في الشهر التاسع من الحمل. ينزلوا الى كيس الخصيتين. طب وهم نازلين مش ممكن يعطلوا؟ ممكن يقفوا في مكانهم. هي دي بقى الخصيه المعلقه. طب وقفوا جوه البطن ولا وقفوا في القناه الارهابيه اللي بتوصل للبطن بكيس الخصيتين؟ هي دي طبعا. طبعا لو هي وقفوا في القناه الارهابيه نقول عليها خصيه معلقه محسوسه.
انا لما تيجي للام افحص الولد الاقي كيس الخصيتين فاضي، او الاقي خصيه موجوده والخصيه الثانيه مش موجوده، اقول لها دي ممكن تكون محسوسه ومش محسوسه. اقول لها نعرف ازاي؟ هنحس القناه الارهابيه بالفحص الطبي، لقيت الخصيه فيها يبقى كده دي خصيه معلقه محسوسه محتاجه تدخل جراحي بعد 6 شهور. ممكن يتعمل قبل كده بس انا افضل دايما بعد 6 شهور. خد بالك بقى من ميعاد العمليه، يعني انا هطهر الولد او اقول لها ممكن نصبر نطهره مع عمليه الخصيه المعلقه لما يكون عنده 6 شهور، وكمان طمنتها ان الخصيه موجوده واتكونت بس ما كملتش رحله نزولها، على عكس لو انا ما حسيتهاش كده هي موجوده في البطن بس ممكن ما تكونش موجوده، ممكن تكون موجوده واتكونت. بنعمل بقى دلوقتي منظار تشخيصي، فتحه صغنونه خالص اقل من نص ملي، تدخل من السره بكاميرا وابص اشوف الخصيه موجوده ولا مش موجوده، موجوده يبقى هساعد نزول والحبل المنوي بتاعها والتغذيه الدمويه بتاعتها كويسه، تقدر تنزل على مرحله واحده او على مرحلتين، او اقول للام خدي بالك ده للاسف ما اتكونتش. واحده بس يا دكتور مخترش، الموضوع ده مهم قوي، هيوصلنا للفتق الايربي اللي هو هنتكلم يعني نبتدي نتكلم. طبعا اذا كفانا الوقت هنتكلم حاجات ثانيه، بس هنبتدي نتكلم دلوقتي حاجه مهمه جدا، والام ليها دخل بشكل مباشر انها تكتشفه من الاول، الخصيه موجوده ولا مش موجوده. ارجوكي طمني على ابنك، شوفي الخصيتين موجودين نازلين، مش مهم واحده تبقى عاليه والتانيه ساقطه، مش مهم، بس المهم الاثنين موجودين. دلوقتي الدكتور وصلت معايا لثلاث حالات، الحاله الاولانيه هو بيحس انها موجوده بس مش نازله، يعني موجوده حاسسها بس مش نازله، وهنا بيبقى مطمن بالاساس موجود. الحاله الثانيه بيفتح بمنظار بسيط جدا بيشوف جوه، بقى هي في البطن فبيشوف هل هي موجوده ولا مش. ده دلوقتي حالتين، حالتين زائد واحده يبقى ثلاثه. هتقول لي حضرتك بقى دكتور مختار كل حاله بتتعامل ازاي؟ الحمد لله ان هي موجوده، دي حاجه كويسه جدا. موجوده، بتنزلها ازاي؟ خلينا بقى نقول ان لما نكتشف بدري ان الخصيه معلقه ومحسوسه في القناه الارهابيه وعلقت اثناء الرحله بتاعتها من النمو داخل البطن الى كيس الصفن، هنا بقى ممكن ادي الطفل علاج هرموني يكبر الخصيه، يزود التغذيه الدمويه ويساعد في نزولها. لما انت بتبقى حاسسها لما انا ابقى حاسسها وشايفها وقبل مرحله اكتمال نزولها، اصل هي لو انت في اول 3 شهور اديتها العلاج ممكن تساعد وتنزل. لكن لو اتاخرت عليها العلاج ملوش لازمه، خلاص بقى لازم تنزل جراحه. فمهم جدا لكن عمرها ما تنزل لوحدها؟ ما تنزلش، ممكن تنزل لوحدها. يعني انا لما بتجي للام بقول لها في احتمال انها تنزل لوحدها، وده بقى على القناه الارهابيه، ما القناه الارهابيه اهي هي الخصيه هنا جنب كيس الخصيه ولا فوق؟ اللي فوق دي مستحيل تنزل لوحدها. لكن لو قريبه هنا ممكن تنزل لوحدها والعلاج يساعدها تنزل اكتر. ولو في النص يبقى هحتاج ان انا ادي علاج عشان اسرع مرحله نزولها. بتقعد قد ايه تدي العلاج الهرموني؟ بنديه لمده شهر. طب وبرضه الاطفال يستحملوا علاج هرموني ما ياثرش عليهم بعد كده؟ خالص خالص، انا بدي علاج تارجتت لحته معينه عشان يشتغل على حاجه معينه عشان احل موجه المشكله. كده بالظبط، انا عايز احل المشكله دي، عايز الخصيه المعلقه المحسوسه اللي عند الطفل اللي اكتشفناها مع الفحص، او اللي الام دخلت دلوقتي قلعت البيبي وبصت على الخصيتين لقيت واحده مش موجوده فكانت كشفت فخدت العلاج فبدات الخصيه تهاجر وتكمل رحلتها وتنزل لتحت. طيب عدى بقى 6 شهور او 4 شهور والخصيه ما نزلتش، كده خلاص بقى انا لازم اتدخل جراحيا. وكل ما اتدخل جراحيا بدري كل ما يحافظ على الخصيه والتغذيه الدمويه بتاعتها وعلى حجمها وعلى تكون الحيوانات المنويه فيها ووظيفتها. طيب دي لو هي محسوسه. بالظبط. لو مش محسوسه بقى ودخلت حضرتك بالمنظار لقيتها الحمد لله موجوده، نزلها جراحه في نفس اللحظه؟ نزلها جراحه على مرحله او مرحلتين حسب حاجتين، حسب قربها من القناه الارهابيه، طول الحبل المنوي والتغذيه الدمويه بتاعتها. لو هي التغذيه الدمويه بتاعتها قصيره وانا عايز اخدها من هنا انزلها لهنا بس هي اخرها هنا مش هينفع، هثبتها هنا وادي علاج وادي وقت بحيث ان التغذيه الدمويه تكبر واخدها اكمل بيها الرحله. فهمت. يبقى ممكن مرحله واحده او مرحلتين حسب قربها من القناه الارهابيه. طب لو مش موجوده بقى؟ لو مش موجوده خلاص انا بدوكيومنت الموضوع ده بالفيديو واطلع للام اشرح لها، اقول لها مثلا الخصيتين مش موجودين ولا واحده بس اللي مش موجوده ولا واحده مش موجوده والثانيه موجوده وعرفنا ننزلها، كل الاحتمالات دي وارده. طيب هو الولد بعد كده لما يكبر هيبقى عنده قدره انجابيه اذا هو عنده واحده نزلت يعني واحده موجوده والثانيه حضرتك نزلتها، اخباره ايه في القدره الانجابيه؟ القدره الانجابيه يا جماعه مش بالظبط بالقدره الجنسيه، ما احنا ما بنتكلمش عليها، احنا بنتكلم القدره الانجابيه للحيوانات المنويه يعني. بالزبط. اخبارها ايه؟ ولو ان هو عنده خصيه واحده بس هيقدر يخلف بعد كده ولا لا؟ خلينا نقول ان هيقدر يخلف وهيبقى ذكر مكتمل الفحوله زي ما بنقول، هيقدر يبقى عنده انتصاب، هيقدر يخلف، لكن كمان لازم نقول للام بقى خدي بالك ده دي خصيه بريشوس،
خصيه ثمينه. خدي بالك بقى الولد ده ما يلعبش رياضات عنيفه، ما يتخبطش فيها، بالظبط ما يتخبطش فيها، ما يركبش عجله فتترد مثلا يحصل ليها اصابه. نتابع كل فتره مع جراح اطفال عشان نطمن ان هي ما حصلهاش اي مشكله. كل الحاجات دي لازم نعملها، ولو معاها مثلا مشكله فتقه او حاجه لازم ناخد بالنا بقى ان يكون حد متخصص عشان ما يحصلش فيها مضاعفات او مشكله، لان انا عايز احافظ عليها. دي مستقبل الولد في الحته دي بقى، لازم ناخد بالنا منها. على عكس مثلا لما اخش الاقي الخصيتين مش موجودين، لا خلاص مفيش خصيتين، مفيش حيوانات منويه، مفيش اوبشن بقى. طب لو عنده خصيه واحده، الناحيه الثانيه شكل كيس الخصيه هيفضل كده ناقص؟ لا. لما الولد بيكبر ويوصل لمرحله البلوغ والخصيه الثانيه يوصل لحجم مناسب، بنزرع واحده سيليكون في الناحيه الثانيه عشان المنظر، عشان المنظر، عشان الشكل تجميلي. الله ينور عليك، مفيش اي اختلاف في الشكل. وهو تاني بطمن الام، هيبقى ذكر مكتمل الفحوله، يخلف ويبقى عنده اولاد ويبقى العمليه الجنسيه تمام جدا، مفيش اي مشكله. لكن خدي بالك انها لو خصيه واحده والناحيه الثانيه ما كانتش موجوده او ما اتعملش فيها اكتشاف مبكر، لازم تاخدي بالك ان هو نحافظ عليها. بس ده بيعتمد على ان حضرتك تبقي ام واعيه، تعرفي ده في الاول، وعشان يبقى التدخل يبقى بدري علشان تنقذي ابنك من المنطقه. يعني لو الناس ما خدتش من الحلقه دي غير انها تقوم تطمن على ابنها ان الخصيتين موجودين، دي مهمه جدا. تبقى أنا جالي ام عايزه تطمن على طول العضو الذكري بتاع ابنها، فبنعمل قياسات العضو عشان اطمن. فانا طبعا مش بس بعمل كده، انا بفحص الطفل مع ان الولد عنده 10 سنين، فبفحص ما لقيتش عنده خصيه اليمين، في حاجه كده. هو عنده المشكله الاصعب وهي ما خدتش بالها خالص. الام اتصدمت، تقول لي انا رحت، يعني انا كشفت على طفلي كتير جدا وحسستها بقى، يعني هي الحظ ان الخصيه كانت موجوده ومحسوسه، فحسستها الخصيه الشمال، مسكتها بايديها، جينا على اليمين مفيش حاجه، طلعنا مع بعض في القناه الارهابيه وخليتها تحسها بايديها، فحست بقى الخصيه. قالت لي يا كل ده. وبعدين خلي بالك بقى، الخصيه مش معموله انها تعيش فوق، هي محتاجه درجه حراره اخف شويه من درجه حراره الجسم، فهي لازم تكون تحت. فاحنا لما نكتشف المشكله دي بدري ونعالجها بدري، ببقى قادر ان انا انزلها واحافظ على الوظيفه بتاعتها. غير لما يجي مثلا شاب عنده 18 سنه عملنا له عمليه استئصال للخصيه. ليه؟ الخصيه معلقه وفوق ومحسوسه وظيفيا ماتت، وظيفيا ماتت، فشلتها خلاص، ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. وده الولد اللي زرعنا له واحده سيليكون الناحيه الثانيه، كان رايح خلاص يتجوز، وهو كان عارف المشكله وهو عنده 11 سنه، بس ما خدش قرار انه يعمل عمليه. خلاص احنا وصلنا مع بعض ان هنيجي بقى في السن دوت هنستأصل الخصيه ديت وهنزرع مكانها واحده سيليكون. لكن الولد اللي عنده 10 سنين لا، هننزل الخصيه وهندي علاج نكبر حجمها لو حجمها صغير، وان شاء الله وظيفيا تبقى كويسه ويخلف ويبقاش عنده اختلاف. مهم جدا ان انت لازم تخلي بالك من ده. امال الفرق الارهابي ده ايه يا دكتور؟ نفس القصه اللي بنحكيها. شفتي بقى القناه الارهابيه اللي بينزل منها الخصيه من البطن وتنزل لتحت، المفروض القناه دي بعد ما تخلص نزول الخصيه بتضيق وتقفل. طب لو كانت مفتوحه، ايه اللي يمنع ان محتويات البطن تنزل منها؟ مفيش. هو ده الفتح الإيرابي، الفتحه دي موجوده، محتويات البطن عماله تخرج منها، تخرج تروح على فين؟ على الخصيه. فتلاقي الام الخصيه عماله بتكبر معاها، تقول لك الواد بيحزق بيعيط، هوب لاقي الخصيه بتاعته كبيره جدا. وبعد ما الواد يهدى وينام تختفي تاني وترجع تاني محتويات البطن لفوق. والفتق الارهابي بقى، يعني احنا كنا بنقول الخصيه المعلقه هنكتشفها وندي علاج ونقول للام بعد 6 شهور لو العلاج ما جابش نتيجه وما نزلتش محتاجين ندخل جراحه. الفتق الارهابي العمليه بتاعته محتاجه تتعمل امتى؟ امبارح، مش النهارده، على طول، على طول. طب ده الواد صغير، مفيش حاجه اسمها صغير. ليه بقى؟ اصل الفتق الارهابي، الفتحه ديت اللي بتخرج محتويات الامعاء ومحتويات البطن بره، والحاجات دي ترجع تاني، ممكن بعد الشر تضيق والحاجه دي ما ترجعش. يحصل اختناق وغرغرينه ومضاعفات كبيره جدا للفتق الارهابي. فعشان كده الفتحه بتاعت عمليه الفتق الارهابي والخصيه المعلقه اقل من عقله صباع، حاجه صغيره جدا. معقوله؟ يعني العمليه، وكمان مع تنيات البطن، يعني الولد مش باينه حتى، يعني وبتختفي خلال شهر شهرين، ما بيكونش في اثر للولد. لا الولد يعني ولد في الاخر، يعني مش مش هيبقى، بس بتختفي كمان. اصل خلي بالك الفتق الارهابي ممكن يبقى موجود عند البنات. بيبقى موجود عند البنات. والمكان اللي بيخرج بقى هنا، ممكن يخرج الميبيض وممكن يخرج معاه الاربطه اللي بتشيل الرحم. فممكن الميبيض يخرج ويدخل، يخرج ويدخل. وخدي بالك بقى، خروج ودخوله ده ممكن يحصل بعد الشر، التواء للميبيض او غرغرينا للميبيض، او يحصل التصاقات حوالين الميبيض تاثر عليها لما تكبر. تيجي تقول لي طب البنت الاولاد الام بتحس ان كيس الخصيه بيكبر. طب والبنت تحسها الام ازاي؟ الام وهي بتغير للطفله تقول لي في زيتونه هنا عند بدايه الجزء التناسلي، في زيتونه موجوده عماله بتكبر وبتقل. البنت وهي بغير لها وموقفاها بلاقي في زيتونه عماله بتكبر وبتدخل. اجي افحص البنت، ادوس على بطنها، تبقى بزود ضغط فوق، فتقوم تخرج من القناه الارهابيه. اشوف بقى ان في بس لو البنت تخينه شويه او سمينه شويه مش هتبان، صح؟ مش هتبان، بس بتظهر بقى لما تيجي بتتفحص مع طبيب جراحه اطفال.
مهمة الضرس. برضو يعني. او دكتور الاطفال هو الشاطر ده اللي يعرف ممكن، هو ده يلقطها ممكن يا بدري، دكتور ما تبقاش موجودة وتبقى موجودة، ولا هي لا لازم فك تبقى الارم مولودة ده بيها، تبقى مولودة بيبقى بيها. موجود من اول ما تتولد؟ دي بقى ده سؤال جميل جدا. يعني تيجي الام تقول لي هو الواد عشان عمال يحزق ويعيط، او مثلا يجي الاب يلوم الام يقول لها ما هي سايباه بيعيط وبيحزق كل واد لما فتق. ما فيش كده، هو عنده فتق إربي، اي حاجة هي اي السبب حاجه هي على طول. السبب بالظبط. انا قلت لها ما تطهروش غير ليزر، فالواد الطاهر مش عارف ايه، فالواد نزف، فهنحكي المشاكل بتاعه الطهاره دي. بس لما تيجي مثلا نتكلم ونقول للام ان الولد مش انت مولود، السبب، مش انت السبب، هو مولود بالفتق الإربي، وهي مولودة بالفتق وهي مولوده الارمي ده. بالفتق الإربي، امال ايه اللي اظهره بقى؟ لا اما الفحص الطبي، لا اما الحزقه او الامساك او العياط، ده اللي بس طلعه. هي بس اصعب بالنسبه للبنات بقى يا دكتور. ده انت كده لازم تنصح الامهات طبعا انه لازم عشان لو الخلفه حاجه بعد من كده، جوه بقى يا دكتور، يعني ايه دي اشعه ولا ايه؟ عن طريق الفحص الطبي وعن طريق الاشعه لو انت التلفزيونيه ما على المنطقه قدرتش الاربيه. تشوفها تحسها، لو البنت مثلا سمينه شويه في المنطقه دي او ملظلظه كده، لو في ملظلظه بعض بعض بتظهر البنات بتكبر ملظلظين كمان، كده. لو ملظلظه خالص والناحيتين زي بعض ما تلاقيش. امتى تلاقي بقى؟ لو لقيتي ناحيه عاليه عن ناحيه، يعني غالبا يعني فيها تلاقي حاجة تحتيها. في حاجة تحتيها وتكبر طب كمان لا لما بس معلش، الطفل لو انا بتعيط. عايزة بقى اطمن على بنتي، عايزة اقطع الشك الدكتور باليقين، يفحصها، دكتور هيفحص لك، يفحصها يفحص لك كل حاجة فيها بس من غير اشعة، من غير من غير اكس أشعة، راي او من غير حاجة أشعة. هو أنا او لما سونار، يعني انت من غير سونار سونو، أنا لما بمسك ال... تعرفها؟ أنا لما باجي أفحص الطفل، عايز أقول لك على حاجة، يعني الخصية المعلقة، تيجي الأب أو الأم يقول لي أنا عملت سونار وقال إن في خصية معلقة، أجي أفحص الطفل ألاقي الخصية مش معلقة، الخصية مثلا مطاطية أو نطاطة بتطلع وبتنزل. ووقت الدكتور بيعمل السونار كانت فوق، فقال لهم دي معلقة، أقول له مش محتاج عملية. يجي ويجي ولد تاني يقول لي الخصية كويسة، وعملنا سونار والخصية كويسة، بس أجي أمسكها ألاقيها لا مش نطاطية، دي معلقة، محتاج جراحة. فالفحص الطبي الدكتور هو اللي بيحدد. حتى احنا بنقول كده، في حاجة الفحص اسمها كلينيكال سينس، الخبره طبعا. اللي بتقول في الاخر، خبره الجراح هي اللي بتقول ده محتاج عمليه والخصيه دي معلقه ولازم يتعمل عمليه، ولا هندي علاج، ولا هنصبر، ولا هنعمل اشعه عشان نشوف ايه. احنا اللي بنحدد واحنا اللي طيب بنوجه الاهل. انا عايزه اقول لكم على حاجه دكتور مختار قالها لي في الفاصل، مهمه قوي قوي، ازاي نتعامل مع الاطفال حديث الولاده، لان هم ما بيبقاش عنده التعامل مع الاطفال. قال لي ده مهم قوي لازم اتكلم عنه، هو طلب حضرته ان هو يتكلم عنه، وهديله فرصه الحقيقه، لانه تسلمي. حاجه دي حاجه مهمه قوي، لان الاطفال مش ما بيعرفش يقولوا، يعني ما بيعرفش يعبروا. فيجي هنا بقى مهمه حضراتكم والام، ان انتوا لازم يبقى عندكم خطوه سابقه. الأطفال ما بيعرفوش يعبروا عن إحساسهم بالألم غير بالعياط، ومن كتر العياط الام ما بتبقاش فاهمه هو بيعيط عشان جعان، ولا بيعيط عشان موجوع، ولا بيعيط. بس دي حاجه مهمه جدا، كويس ان حضرتك انتبهنا ليها. الطفل ممكن حته شعره صغيره من الام او منه تلف حوالين صباعه او تلف حوالين العضو الذكري وتعمل بتر بسبب ان يا الام ما ساتر انتبهتش ليها. يا فانا ساتر. دايما اقول للام لو الولد عمال بيعيط وانت مش عارفه سبب للعياط، ودي دكتور. وديه دكتور، او دخليه حميه، افحصيه كاملا. وصور كتيره جدا الطفل فيه شعره ملفوفه حوالين صباع رجله، والصباع خلاص مفيش دم رايح له، وهي مش واخده بالها، والواد عمال بيعيط متالم بس هي مش عارفه ايه المشكله. فدايما اقول لها اكشفي الطفل خالص وافحصيه من كل حاجه اللعيبة بقى واطمني. خالص بقى، وخديه من الاول للاخر بالظبط، كده، شوفي ايه لقيتي من حاجه ضخمة في خلاص، رجله لغاية شعر راسه. لقيتي حاجه عرفتي الحل هتعالجيها، ما عرفتيش ولسه العياط مستمر ورضعتيه وكرعتيه وغيرتي له هدومه وكل حاجه تمام وهشتكيه لا لسه يبقى دي حاجة بيعيط، ده حاجه داخلية بقى. مشكله بقى، لازم تروحي تشوفي ايه المشكله. انا كان عندي بيبي عنده 4 سنين، ماشي، ياسين قصته ابتدت ان هو عنده وجع في بطنه، فالوجع مع ترجيع، مامته راحت لطبيب اطفال، وجع وترجيع، وكل الاطفال عندهم نزله معويه، نزله معويه، علاج نزله معويه، ياخد العلاج، الواد مش بيرتاح. راحت قالت خلاص الدكتور ده مش جابش مش شاطر نتيجه، اشوف خلاص واحد نروح تاني. واحد تاني، برضه نزله معويه بس عمل تحاليل ففي ارتفاع في كرات الدم البيضاء، فهنزود مضاد حيوي حقن، فبرضه الولد الوجع مش عارف يستحمله كل ده، والولد عنده زايده دوديه ملتهبه وعماله بتتضاعف وبتزيد، وهو ما فيش حد مكتشف، ما حدش فكر يعمل سونار، ما حدش غير بس الدكتور لما عمل التحليل بدا يشك في حاجه، فبعته للجراح. بعته للجراح بعد اسبوع، بعد ما الزايده خلاص قربت نقول عليها تنفجر، يا بعد ساتر. ما تكون حواليها التصاقات وحاجات، بعد ما اضطرينا بدل ما فتحه الزايده تبقى قد كده نعمل استكشاف جراحي عشان نخش نلاقي ان الزايده خلاص متبهدله تماما والبطن مليانه صديد والتصاقات، كل ده عشان الطفل مش عارف يقول ان الوجع في الجزء ده بس. بس دي مش مشكلتكم انتوا بقى بس يا برضو الام دكتور، تساعد بقى، معلش الام تساعد، يعني يعني الام انا اكتشفت ان بحضرتك. ابنها مش بيرتاح من اول مره، ما تروحش بس تكشف في عياده، لا اعملي روحي بقى عند كله مستشفى بقى، بقى. يعني مستشفى روحي اعملي كل مستشفى. حاجة ليه؟ بقى. انا وانا في المستشفى لما بيجي لي الطفل وانا عارف مثلا ان في حاجه محتاجه تخصص تاني، ابعته للطبيب ده يبص عليه. انا محتاج مثلا دكتور اطفال، روح لدكتور اطفال يبص عليه. محتاج دكتور انف واذن، روح لدكتور انف واذن يبص عليه. عايزة اتكلم بس قبل ما نختم عن الليزر، حضرتك قلت في وسط الكلام كده على انواع الطهارة الطهاره. بالليزر. بس ما دي حاجه جميله
قوي يعني بتيجي الام تقول لي انا عايز طهري ابني ليزر. خلينا نتفق مع بعض ان تنوع طرق الطهاره واختلافها بسبب تنوع الاطفال، فما تروحيش تقولي للدكتور انا عايزه كيس شيبسي، لا روحي قولي له اعمل الصالح لابني. خليه رقائق عشان ما يبقاش اعلان. رقائق انت ما تختاريش بالظبط، انت روحي الطبيب يقول لك ان اي وقت يصلح للطهاره. دايما اقول اهو اي وقت يصلح للطهاره من اول الولاده لغايه اي وقت. المهم حاجتين، الفحص الطبي الشامل اللي احنا اتكلمنا عليه، والحاجه الثانيه تحليل السيوله. انا شفت مصايب واطفال ماتت بسبب نزيف بعد الطهاره عشان تحليل ملوش لازمه، صغير بسيط. تحليل السيوله لازم يتعمل، لازم تحليل برضو السيوله. الام والاب يبقوا واعيين، حتى لو الدكتور نسي انت لا قولي له انا عايزه تحليل السيوله. انا عايزك تقول لي، انا دايما انا بقول للام ايه لما تروحي للدكتور، خليه معاكي ورقه واساليه على الخصيه، اساليه في التواء ولا ما فيش في العضو، في حليل سفلي ولا ما فيش، في فات ايربي ولا ما فيش، فات سوري ولا ما فيش، في مشبك في في لسانه ولا ما فيش. انت وجهيه هو هيفحصه بقى عشان يرد عليكي، هيفحصه فيبقى انت خدت الفحص الطبي. لكن دايما تنوع طرق الطهاره بسبب تنوع الحالات. يعني احنا الطهاره التقليديه اللي هي كنا بنعملها زمان دايما بالجراحه بالمشرط، نشيل الجلد الزائده حوالين راس العضو عن طريق الجراحه، فكان يحصل معاها نزيف، فكنا نضطر نوقف النزيف بحاجتين، لا اما بغرز جراحيه تجميليه ما تظهرش، لا اما عن طريق حاجه اسمها الكي الحراري، ان انا اوقف الوعاء الدموي اللي بينزف في المكان ده. قالوا طب ما بدل ما نستخدم المشرط، طب ما نستخدم الكي الحراري. فجينا استخدمنا الكي الحراري اللي هو متعارف عليه عند الناس اللي هو الليزر. نيجي نستخدم الكي الحراري، امن فعال نتيجه في ساعتها وبدون اي مضاعفات، طهرنا بيه الاف الحالات، مفيش مشاكل خالص. طب يا دكتور اهو، امال ليه حضرتك بتقول على حسب بقى طب عشان في طرق ثانيه بقى، يعني مثلا الطفل ممكن يتطهر ويحتاج غرز جراحيه عشان مثلا ايه، تيجي الام تقول تروح لحد مش متخصص، هو شايف ان العضو مش هيعرف يطهره، فيقول لها ايه، اصل الولد ده عنده سمنه موضعيه، اصل الولد ده عنده قيله مائيه، اصل الولد ده العضو بتاعه مدفون، فتاجل الطهاره لما الولد يبقى عنده 10 سنين، يقول لها لما يكبر ويزحف ويلعب رياضه الحته دي هتخس. تيجي الولد عنده 10 سنين نفس الوضع. فتيجي هو من الاول هيطهر، هيتحدد لو محتاج علاج هرموني نزود الحجم ولا مش محتاج، روح لحد متخصص. مفيش حاجه اسمها اجل الطهاره عشان سمنه موضعيه، مفيش حاجه اسمها اجل الطهاره عشان قيله مائيه، مفيش حاجه اسمها اجل الطهاره عشان الولد العضو بتاعه مدفون. الولد هيتطهر ما دام في فحص طبي، ما دام تحليل السيوله كويس، ما دام مع حد متخصص. ما تقلقيش، سواء بقى بالجراحه سواء بالكي الحراري. واحنا وصلنا بعد كده بقى لحاجه اسمها الطهاره بالليزر. بقى الطهاره بالليزر دي نوعين، في نوع اسمه سوفت تيشو ليزر اللي هو الاله بتاعه الليزر بستخدمها، بس خد بالك الليزر ليها شرطين. الشرط الاولاني ان الطفل يكون في مستشفى وهينام هادي خالص، ما ينفعش اشتغل بليزر والطفل يتحرك او بيعيط فيتعور، هيحصل له عاهه مستديره. لازم ياخد بند مخدر كلي، لازم الطفل واخد مخدر كلي نايم تماما، وبعد كده نستخدم السوفت تيشو ليزر عشان امشي على الجلد اقص الجزء اللي انا عايزه. طيب. ريزلت في ساعتها. او حاجه اسمها كربون دايوكسيد ليزر اللي هو بنظبط النبضات بتاعته، اللي بيستخدموه دايما دكاتره الجلديه، اللي هو بيقص عن طريق شعاع، بوجهه على الجزء ده واقطع يقطع. فلازم يكون نايم برضه. لازم الطفل نايم وهادي تماما، ما اقل خطا فيه عاهه. انت شغال في اهم حاجه، اهم جزء في الجسم. فلازم الطفل يكون نايم هادي، ولازم لابس جوجلز او واقي من اشعه الليزر. طب تيجي الام تقول لي طب انا ادخل ابني عمليات عشان طهاره، طب خلاص يبقى احنا ممكن في طرق كتيره للطهاره نستخدمها. اللي هي الليزر ده بقى امن بقى، يعني بعد كده مش مشاكل لو اتعمل كويس، يعني امن وسريع وسريع وبيخف اسرع. وفي حاجه اسمها الطهاره كمان بالحلقه، وفي طهاره بالدباسه الحديثه اللي هو كان الحتت اللي احنا بدل ما نخيطها تتدبس وتقع لوحديها الدبابيس دي. كل طرق الطهاره دي موجودة، بس دايما اقول للام ايه، تنوع طرق الطهارة كان سببه تنوع واختلاف الحالات. فاللي ينفع لزيد ما ينفعش لأبيه، مفيش حاجه زي التانية يعني. اللي ينفع لده ما ينفعش لده. حضرتك قلت لي لو احنا بس خرجنا من الموضوع النهارده، من كلامنا النهارده ساعه، ان الامهات كلها هتخلي بالها من الخصيتين، تروح دلوقتي تكشف على اولادهم الخصيتين. بصي تحت لسانه اطمني مفيش لسان مشبوك، بصي على السره اطمني مفيش فتق سري ولا في لحميه سره، بصي على الخصيتين موجودين ولا مش موجودين، بصي على العضو الذكري في فتحته موجوده فوق ولا نازله شويه لتحت، تابعي وهو بيعمل بول بيعمله لمين او شمال ولا بيعمله بطريقه في المنتصف. كل الحاجات دي لازم الام تبقى عندها كده الارم، يعني عندها وعي. طب حضرتك قلت لو احنا اتخرجنا بالموضوع ده يبقى انت راضي. بالظبط. طيب ان شاء الله نكون راضيين كده، واحنا بادئين الساعه بالنيه دي ان احنا نفيد حضراتكم، ويكون في ميزات حسناتنا جميعا، يعني ان شاء الله ده يحصل، لان اولادنا هم اغلى ما نملك في الحياه يعني. فانا بشكر جدا جدا بجد تشريف دكتور مختار مهدي، اخصائي جراحه الاطفال وعضو جمعيه بريطانيه لجراحات الاطفال.